Вот оторва. Чё? Мася Стефан. ما طلع بليل بس أسود، طلع بليل بس أبيض. To celebrate his life, maybe place an address. لا 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 لا، صايرة كتير أمريكانية. ما في شيء بغير بنت إلا شاب. تجربة رائعة بتفرجي صورة بعلبك الهرمل الحقيقية، بعلبك الثقافي، بعلبك القلعة اللي بتضوي، اللي معروفة بكل العالم. يعني هاي هي صورة بعلبك الحقيقية، وشكرا للشباب اللي عم بيعملوا مجهود شخصي، وبتمنى انه يندعموا من الجهات المختصة. عبد الشن، شو بعد بينقص السينما؟ يعني بنشوف دائما بين فترة وفترة افلام عم تطلع بالسينما وكذا، شو بينقص بعد الافلام السينمائية اللبنانية اذا بدنا نقول؟ بينقص انتاج. نحن عندنا سينما على مستوى العالم العربي بنفتخر فيها، ما عم بحكي عن افلام صدى كتير كبير. هلا طبعا سنه عن سنه عم نتطور، واكيد اول فئه رح يوصل للمهرجان باول سنه مش قد الفئه بالثاني سنه وبالثالثه. نحن عم نطمح لانه نجيب على بعلبك افلام هادي، في منا افلام تجاريه تكون تليق باسم بعلبك. أكيد بسنة الماضي تعاوننا مثلا مع فيستيفال ببيروت، بس كنحنا أول سنين بالمهرجان بعد ما عنا يمكن هالخبرة كيف نحنا نشبك علاقاتنا. نحنا فريق صغير عم يعمل نشاط إذا بدك كبير علينا شوي، فحمل كبير كله بيتطلب وقت وبيتطلب مجهود، وهو كله بالنهاية نحنا متطوعين بالمهرجان عم نقدر نعطي أكثر ما فينا. إن شاء الله بالسنين الجاي بنعطي أكثر وأكثر ونتعاون مع كل القيمين على المهرجانات بلبنان. نحن شعب 3 مليون ونص او 4 مليون، ما منكفي لنكون يعني قد ما كان الحضور ما بكفي ليرد مردود يرد الفيلم يعني حقه. فانا بعتقد انه السينما اللبنانية فقط بينقصها انتاج. بقول لهم يا اولاد عمي ما في لا خربطات ولا شيء، نحن احباب واصحاب، ما في شيء لا تخاف. بعد الهيبه عندنا شي تحضيرات لحضرتك؟ نحن عم نحضر لفيلم سينما بوقته من بعلن عنه مع كيب العمل كامل، ولا مسرح باذن الله. وفق يا رب. شكرا. هونيك نحن مهرجان سينما افلام قصيره. طبعا الافلام الطويله فيها كثير من الضخامه من الانتاج، بس نحن عم نروح اكثر على الافلام البيور هادفه. Thank you.
بس كانوا هنا شو هنا جواب آزمایش نجات داد. یعنی این خانم داره دروغ میگه. حساب کردی چند دفعه تا الان اومد اینجا؟ شبا که تو دریا جون میکنن با کی بودی؟ رفت میزن یا اینجا دفعه چه طلبکاری؟